الدكتور يسوع على قدميه تحت لهيب الحر، ولما اشتد العطش عليه جلس عند البئر. الدكتور يسوع على قدميه تحت لهيب الحر، ولما اشتد العطش عليه جلس عند البئر. بعد قليل جاءت امرأة بوعاء، طلب يسوع إليها ليشرب بعض الماء. رفضت أن تعطيه، رفضت أن تسقيه، قالت أنت غريب من أرض الأعداء. قال لها يسوع لو كنت تعلمين عطية الإله لكنت تطلبين، أعطيك ماء حيا ومنه تشربين وترتوي ولست تعودي تعطشين. قالت له يا ليتك تمنحني إياه فلا أعود أستقي من هذه المياه، لكن أجبني سيدي كيف يجيء الماء، ليس لك دلو ولا حبل ولا وعاء. قال اذهبي ونادي زوجك واحضري، فخجلت وقالت بالحق ليس لي. قال لا بالصدق قد أجبت، أزواجك قد رحلوا ومع غريب عشت. قالت له أخطأت يا كاشف الأسرار، الآن قد عرفتك أنت المسيح البار، فلتعطني النجاة ولتعطني الحياة. ولما اشتد العطش عليه جلس عند البئر.